وردت المتحدثة باسم المفوضية العليا للانتخابات جمان الغلاي في بيان مقتضب بالقول أن لا قيمة قانونية للمنسحبين من المشاركة في الانتخابات بعد إغلاق باب الانسحاب في 20 من شهر حزيران الماضي. وأكدت المفوضية في وقت سابق التزامها إجراء انتخابات مجلس النواب في 10 من شهر تشرين الأول المقبل. وقد أعلنت 5 جهات وأحزاب سياسية انسحابها من المشاركة في الانتخابات، تمثلت بالتيار الصدري والحزب الشيوعي العراقي وحزب التجمع الجمهوري العراقي وجبهة الحوار الوطني وآخرها المنبر العراقي.